adista. وخصها القريب المجيب بأن تكون أمًا لمصطفى وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات ذللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه واحتست العوالم من السرور كأس حمية وبشرت الجن بإظلال زمانه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل خبر خبير وفي حلا حسنه تعالى قيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباها اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناءه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مبعوث فينا يا مولاي أيها المبعوث مبعوث فينا يا واسبي لي ستر علينا علينا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا واسبي لي ستر علينا علينا يا مرحبا يا مرحبا يا نور العين يا نور العين يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا نور العين يا نور العين يا مرحبا يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووبال وتوالت بشرى الهواتف أن قد ود المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرها اللهم صل وسلم وبارك عليه. بدت لنا في ربيع طلعت القمر من وجه من فاق كل البدو والحضر بدت لنا في ربيع طلعت القمر من وجه من فاق كل البدو والحضر بدت لنا في ربيع طلعت القمر من وجه من فاق كل البدو والحضر بدت لنا في ربيع طلعت القمر من وجه من فاق كل البدو والحضر. جلوه في الكون والأملاك تحجبه في طلعة الحسن بين التيه والحفر جلوه في الكون والأملاك تحجبه بطلعة الحسن بين التيه والحفر. الله الله